حياكم الله مشاهدينا، عدنا إليكم مجددا بعد هذه الجولة. شكرا لزميلنا كرار حمداني لهذه الجولة اللي عرفنا بها على بعض الآراء، ومن المهم جدا أنه نسمع إلى الأشخاص الآخرين لكون هناك الكثير من الآراء تبين لنا وتوضح لنا أمور لأنه ممكن تكون غائبة عنا، وإحنا أشخاص غير يعني مزكين حتى أنه لا نكون لدينا هفوات صحيحناها. وانت صراحة ليلى أتود تحدثين، ومن خلال طبعا الآراء اللي رصدها كرار أنا بالي راح من الأم راح تنصدم فد تصرف الصرفة ابنها الشاب، راح تنهره وكأنما هي ببالها مو أريد للخير، مو أريد أنصحها أو زوجها، أنه يعني ما جاب لها المسواق على مزاجها، أو قد يكون بعض من الأمور راح تبدي أنه فد أسلوب يعني تجرح المشاعر، راح انه تكسر خاطر هذا الانسان، وهي كل ببالها انه تنصح، او قد يكون الزوج يعني بالعكس، او الابناء قد يكون فيما بينهم. فاقول احنا اليوم ايش قد يمكن نكسر خاطر بعض او نجرح مشاعره بحجه وبعذر انه النصح، لكن لو نرجع يعني صراحه احنا يمكن ذانبين ذنب او معصيه كبيره جدا ان الله سبحانه وتعالى عند المنكسر قلوبهم. صحيح. فعلا ملاحظات مهمة نهاوند، لكن لما يكون اكو بعض الاشخاص يعني مثل ما قلتي يكون كلامهم جارح، احيانا هذا الشيء يعني متولد من الم داخلهم ويعبرون عنه بهاي الطريقة، ويفضفضون انه بتواصلهم ويا الاخرين. احيانا احنا الامنا اللي بداخلنا ما نقدر نعبر عنها بطريقة صحيحة، فأي مشكلة أو أي شيء صغير أمامنا ممكن أنه يزعجنا، نطلع كل هذا الغضب. صحيح. والألم اللي هو متراكم من عدة شغلات، وإذا بآخر شخص نلقاه بوجهنا زعلنا بزعل يمكن نشوف أنه ما يسوى حتى نزعل عليه، نشوف كل الألم وكل الأمور اللي بداخلنا تطلع بوجه هذا الشخص. فدائما خلينا أنه نكون حكيمين ونضبط نفسنا ونحاسب كل أول بأول. نعم. كل غلط بغلط. نعم. لأنه تراكم الأشياء تسبب انفجارات لا تحمد عقبها، وإحنا ما نريدها في حياتنا. نعم طبعا ليلى، فقط أعلق يعني من رخصة زميلنا المخرج أنه يعني فضيلة الشيخ من أحد الآراء طبعا اللي شفناها بالجولة أنه ذكر الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، طبعا مضمون الآية المباركة، وهناك أيضا آية أنه إني لكم ناصح أمين، يعني أنه هلا هلا طبعا بالأمانة أنه من أنصح إنسان وبعدين أنه أروح أفشي سره، أنا ما نصحته. نعم. أنا أنه فضحت هذا الإنسان، خلي أكون على قدر طبعا من المسؤولية من الأمانة وما أفشي السر، يعني أنه حتى أنه نعم. صديق المقرب أو أحد من أفراد الأسرة، أو أكون أمين على الرسالة اللي أريد أوصلها، لتكون رسالة مشوبة بحقد أو غيرها من الأمور. نعم. السيئة. إذن مشاهدينا، بعد هذا النقاش الجميل وموضوع حلقتنا لهذا اليوم وسؤالنا اللي كان طريقتكم بالنصح والإرشاد، إن شاء الله دائما نكون من الناصحين الأمناء على نصيحتنا.